بعض الأرقام والإحصائيات والإحصاءات اللي توضح حجم النمو في قطاع السينما، يعني في خلال السنوات الخمس الماضية شهد قطاع السينما في المملكة نمو متسارع وغير مسبوق، فقد ارتفعت دور السينما وشركات الإنتاج بشكل ملحوظ وكبير، أيضا زيادة الإنتاج الأفلام المحلية. وفقا للإحصائيات، عدد الشركات المسجلة الآن في السعودية 1510 شركة بنهاية 22، بينما وصل عدد الشاشات إلى تقريبا 600 شاشة موزعة على 63 دار عرض، بزيادة تجاوزت 100% عن 2020. كما أيضا شهدنا إنتاج أكثر من 11 فيلم روائيا، طبعا كل أفلام محلية أتكلم أنا، مقارنة بسبع أفلام العام الماضي. وهناك طيب استراتيجية طلقتها هيئة الأفلام. تفضل. طيب سيد عبد الله، بالنسبة ل وهناك يعني هذه الصناعة، صناعة الأفلام، هي ربما صناعة ناشئة في السعودية بطبيعة الحال. السؤال هو عن المبادرات التي تقوم بها الحكومة السعودية لدعم هذه الصناعة، لو تحدثنا عن تفاصيل عنها. طبعا هناك مبادرات كثيرة طبعا أقامتها الحكومة لدعم الأفلام، منها برنامج ضوء الأفلام الذي قدم مبالغ نقدية غير مستردة لشركات الإنتاج بحوالي 40 مليون ريال، أيضا صندوق البحر الأحمر يعني أعطى منح لصناع الأفلام بمخصص سنوي يقارب 185 مليون، أيضا إثراء برنامج إثراء لتمويل الأفلام، بالإضافة إلى هناك يعني في نيوم والعلا برامج لدعم الأفلام، وتتحمل مدينة نيوم والعلا ما يقارب 40% من نفقات الإنتاج في الاستديوهات الخاصة فيها. وأخيرا لدينا الصندوق الثقافي المدعوم من جودة الحياة، أعلن أنه هناك 879 مليون ريال على مدى 3 سنوات لدعم الأفلام.